لليوم الثاني تواليا يواصل المؤتمر الوطني الموسع الذي دعت إليه جماعة أنصار الله في العاصمة صنعاء مشاوراته للتوصل إلى مخرج للأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها البلاد. مؤتمر وصفته الجماعة بالشعبي والشامل، وأن الدعوة وجهت لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أفراد الشعب، وليس حكرا على فئة أو جماعة بعينها. وجهنا دعوة إلى كل الأحزاب، إلى كل السياسيين، إلى كل المنظمات، إلى كل الفئات، إلى لم نترك أحدا، يعني كل من استطعنا أكيد، يعني هنا ربما نسينا أشخاص وكذا، ولكن حتى هذا وجهنا دعوة عامة للجميع. المؤتمرون أكدوا السعي لرأب الصدع وتقريب الرؤى بين أبناء الشعب ومواجهة الدعوات الطائفية التي تضع البلاد على أعتاب مرحلة من التشظي والانقسام العرقي والمذهبي. يتخذون كل السبل طائفية وعنصرية ومذهبية ومناطقية وهذه أمراض يجب أن نكتسها من مجتمعنا اليمني. المشاركون أكدوا أن المغامرات السياسية ومناكفات الساسة أوصلت البلاد إلى مفترق طرق خطيرة، وآن للشعب تحديد مصيره من خلال المشاركة الشعبية حسب قولهم. الساسة عجزوا عن اختيار القرارات المصيرية، وهم أيضا يعتمدون على القرارات الجاهزة التي تأتي من الخارج. نقول لهم إذ اتخذتم قرارات مصيرية فنحن معكم ومؤيدين لكل خطاكم، وإن لم تتخذونها فاتخاذها من الشعب هي أقوى من ما اتخذوها أنتم، وستكونوا خارج اللعبة السياسية في القادم. قوى سياسية وشخصيات اجتماعية شاركت في هذا المؤتمر، مبررة مشاركتها بوقوفها على مسافة واحدة من جميع المكونات والأحزاب السياسية، وأنها مع كل دعوة جعلت من الوطن شعارا. نحن في المؤتمر الشعبي العام، حضورنا في هذا المؤتمر هو رسالة وطنية تؤكد أن المؤتمر الشعبي العام يقف على مسافة واحدة من القوى الحية. المؤتمر يختم أعماله غدا بجلسة ثالثة وأخيرة سينبثق عنها بيان يقول عنه المنظمون أنه هام ويرسم خطوط المرحلة المقبلة. يرى هؤلاء أن الأفق السياسي في البلاد بات مسدودا، ولا حل إلا بالخيارات الشعبية المتمثلة في هذا المؤتمر، إلا أن آخرين يرون أن لا حل إلا بتوافق جميع القوى السياسية الفاعلة في البلاد وتغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة. نايف المرير، اليمن اليوم، صنعاء.